نطمن بشكل أكبر على استئناف التدريبات من خلال زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناة النادي الأهلي والمتواجد حاليا في استاد مختار التتش أثناء انطلاق مران النادي الأهلي الأول استعدادا لمباراة وادي دجلة. يا توفيق مساء الفل عليك. مساء الخير يا أمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي الترند في كل مكان. أهلا بك توفيق، منور، وعايزين نطمن من خلالك على كل الاستعدادات وكيف يتأهب ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة وادي دجلة، وبعض النقاط كمان اللي هسألك عليها، بس طمنا الأول في البداية على حالة كمان اللاعبين في المران الأول. بالتأكيد أمير، يمكن مرحلة صعبة جدا مقبلين عليها، أجازة 3 أيام بعد مباراة أسوان والنتائج بفوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف. يمكن على طول يمكن مستر موسيماني قرر منح اللاعبين أجازة 3 أيام، يعني ده كان في حالة الاستعداد لمباريات الدوري اللي كان لسه ما أعلنش الجدول بتاعها. طبعا زي ما حضرتك عارف وكل الناس عارفين ان جدول الدوري تم اعلان على طول ان اول مباراه وادي دجله، المباراه المواجهه الاسبوع 22 هتبقى الاربعاء على طول، لكن كان خلاص اللاعبين في اجازات ومعظمهم سافر، فالفريق عاد النهارده. يعني زي ما بقول لك ده التدريب الاول بعد الاجازه والتدريب الاساسي كمان لمباراه وادي دجله، وطبعا ده يعني حاجه في منتهى الصعوبه. يمكن اعتقد الاجازه كانت يعني فرصه للاعبين لالتقاط الانفاس، يعني زي ما كان دايما بيقول معلقنا الكبير كابتن ميمي الشربيني 90 دقيقه اشغال كرويه، لا ده انت داخل على 25 يوم كان معلق كرويه شقه ابتداء من النهارده 2 اغسطس. كان معلق جامد جدا، ويعني ربنا يديله الصحه. طبعا لكن لازم احنا نستمتع بيه يعني. طبعا فزي ما بقول لك بقى مش 90 دقيقه اشغال كرويه، انت داخل على 25 يوم اشغال كرويه شقه، يعني النهارده 2 اغسطس بدايه اول تمرين لغايه يوم 27، انت بتتكلم في 8 مباريات، ومش 8 مباريات عاديه زي ما كنت بتتكلم يا امير، انت بتتكلم في 8 مباريات، هي 8 خطوات بتوصلك للقب غالي وهو لقب الدوري، مجهود سنه كامله. يعني يمكن بقيه الانديه، بتكلم على كل انديه الدوري، بمجرد اعلان الدوري سمعنا ناس كثيره بتشتكي من ضغط المباريات ان هم لعبوا 7 مباريات فقط في الفتره الجايه، فما بالك بقى النادي الاهلي من بدايه الموسم تقريبا بيلعب بشكل يعني كل 72 ساعه مباراه، وساعات كمان كل 48 ساعه مباراه، فاعتقد يعني اداء يعني هيبقى المباريات هتبقى صعبه جدا الفتره اللي فاتت، خاصه في ظل الاجهاد اللاعبين. انا اعتقد ان كان قرار مميز من مستر موسيماني بمنح اللاعبين اجازه 3 ايام. الفريق يمكن بدا التوافد اللاعبين من الساعه 4، الساعه 5 مع بدايه البرنامج على طول اللاعبين نزلوا لارض الملعب، كان مستر موسيماني عقد جلسه مطوله مع اللاعبين ومحاضره فنيه في ارض الملعب، اتكلم فيها عن الاستعداد للمرحله الجايه واهميه المرحلة الجاية، خاصة زي ما اتكلمنا في ظل ضغط المباريات، وان انت ما عندكش رفاهية الوقت ولا رفاهية كمان النتائج، انت عندك حل واحد بس هو الفوز في الثمان مباريات عشان تصفر بلقب الدوري. يمكن كمان معظم اللاعبين موجودين في التدريب النهارده الحمد لله، ما فيش اي غيابات باستثناء كابتن وليد سليمان اللي موجود برده في الملعب بيؤدي التدريبات الاستشفائيه، يعني في الجزء الاخير من التدريبات الاستشفائيه. لاعبي المنتخب الاولمبي طبعا يعني لسه واصلين النهارده فجرا، مش موجودين في المران. اتكلمت مع كابتن سيد قبل المران وقلت له موقف اللاعبين المنتخب الاولمبي، قال لي هنقعد بعد التمرين ان شاء الله مع كابتن موسيماني وهنقرر مده الاجازه اللي منحها اللاعبين. طبعا انت عارف اللاعبين جايين من اجهاد، كانوا برده بيلعبوا كل يومين او ثلاثه مباراه، وكمان هم لسه واصلين النهارده الفجر، يعني هم لسه واصلين النهارده الفجر يا توفيق، فبالتالي يعني هل في فرص بخصوص لحقهم بالمباراه، ولا الموضوع هيبقى صعب شويه لان كان في ماتشات ورا بعض بيلعبوها هناك لم يوفقوا، جهات كمان السفر رحله طويله جدا من طوكيو للقاهره، فايه الاقرب بالنسبه للسداسي ده؟ هو الكلام الرسمي اللي خرج من الكابتن سيد عبد الحفيظ ان لسه مستر موسيماني هيكرر الاجازه قد ايه، لكن اللي انا شايفه من تواجدي هنا في الملعب ان هم في استحاله بالحكم بمباراه وادي دجله. انت بتتكلم زي ما انت قلت الفريق واصل فجر النهارده، انت بتتكلم الفريق برده جاي من اجهاد ومباراه متتاليه، على الاقل هيبقى في يومين اجازه هيبقوا خارج مباراه وادي دجله، خاصه ان احنا بنتكلم في فرق 7 ساعات، يعني اللاعبين من المباراه هنا هتبقى الساعه 9، ده في عز ما اللعيبه كان بيبقى ميعاد نومهم هناك في اليابان، يعني ده كان المواعيد بتاعه المباراه هنا هي نفس مواعيد نومهم في اليابان، فمش هيبقى فيه طبعا يعني القدرات عارف عليها مش هيقدروا اللاعبين يواصلوا، خاصه كمان هم جايين من اجهاد، وزي ما انت قلت رحله طيران وترانزيت في المانيا، فاعتقد فرص لحق السداسي بمباراه وادي دجله هتبقى مستحيله، لكن اعتقد ان شاء الله هيبدا دخولهم على طول من بعد مباراه وادي دجله، وان شاء الله يعني خلال البرنامج برضو نتكلم مع كابتن سعد حفيظ تاني ونعرف مده الاجازه بالظبط اللي هياخدها اللاعبين. بالظبط، واي جديد في الجزئيه دي بالتحديد يا توفيق ابعت لنا على طول وقول لنا، لان ده امر مهم جدا بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. السؤال برضو الاهم هو فيما يتعلق بالاصابات والغيابات، وجمهور الاهلي عايز يطمن على مدى جاهزيه كل عناصر الفريق قبل مرحله صعبه ومهمه وحاسمه زي المرحله المقبله، بالتالي انا عايز اسالك على وليد سليمان موقفه ايه؟ محمد محمود وكريم نيدفيد مدى جاهزيتهم لخوض المباريات، الامور ايه بالنسبه لهم؟
نبدا بكابتن وليد سليمان. يمكن كابتن وليد سليمان ادى البرنامج بشكل اكثر من رائع المرحله الاولى وخلاص هو في ختام المرحله الثانيه اسبوع بالكثير ان شاء الله. يمكن كابتن وليد لسه معدي من ورا حالا ورا الكاميرا دلوقتي بيجري التدريبات الاستشفائيه. هو خلاص في المرحله الاخيره ان شاء الله يعني اسبوع بالكثير يبقى تحت امر الجهاز الفني ويكون لائق من الناحيه الطبيه لدخول التدريبات الجماعيه مع الفريق. بالنسبه لكريم ندوي ومحمد محمود فهم بالفعل بقى لهم فتره بيادوا تمريناتهم مع الفريق بشكل جماعي وبيشاركوا في التقسيمه وبشكل تام في التدريبات. يمكن كان اخر كلام لينا مع الدكتور احمد ابو عبله الاسبوع الماضي ان هم من الناحيه الطبيه لائقين تماما وطبقه بس المشاركه الفنيه ده امر متروك لمستر ميسيو موسيماني المدير الفني للفريق. رامي ربيعه كمان يمكن كان في بس خبطه خدها الماتش اللي فات لكن لا هو بيادي التمرين النهارده بشكل اكثر سليم تماما والنهارده موجود بشكل طبيعي جدا مع الفريق والحمد لله يا رب يديمها علينا نعمه وما يكونش فيه اي اصابات في الفريق. والفتره الجايه كمان كابتن وليد سليمان عنصر من عناصر الخبره المهمه يكون موجود مع الفريق ان شاء الله في المرحله المهمه من عمر الدوري. وان شاء الله كمان يعني عوده الشناوي واكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر واحمد رمضان بيكم تكون كمان اضافه قويه خاصه ان احنا بنتكلم يا امير ان خلال يعني 25 يوم هتلعب 8 مباريات محتاج لكل عنصر الفريق طبعاً انك طبعاً. بالطبع هيبقى في لازم يكون في روتيشن او تدوير بين اللاعبين عشان تقدر تكمل في ظل كمان انك انت زي ما قلنا ما عندكش لا رفاهيه الوقت ولا رفاهيه النتائج انت مطالب ب 24 نقطه الفوز في 8 مباريات 8 خطوات نحو لقب سادس على التوالي باذن الله وبطوله 43 من اغلى البطولات على جمهور النادي الاهلي وبطوله المحببه وهي الدوري العام باذن الله توفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الهامه جدا بخصوص استعدادات الاهلي او بدايه استعدادات الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي لمباراه وادي دجله وللمرحله الحاسمه الهامه جدا المقبله. زميلنا محمد توفيق مراسل قناه الاهلي كان معنا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش وطمنا من خلاله عن كل شيء. نتمنى كل التوفيق يا رب باذن الله للفرقه خلال المرحله اللي جايه وان شاء الله الكل يكون جاهز وان شاء الله باذن الله الكل يكون في حاله بدنيه وذهنيه وفنيه مناسبه جدا لهذه المرحله.